بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اللهم
اللهم قد أذنب أبنائي، لقد غرهم الشيطان، أنا تجاوزت عن حقي عليهم، أسألك أن تتجاوز عنهم. أنت ترى يا إلهي كيف أنهم يجهدون للتعويض عما سلف من معاصيهم، فاقبل توبتهم إليك وتضرعهم بساحتك. إنهم المنكسرة قلوبهم، ولو أن العهد طال بهم حتى عادوا إلي. إنهم نادمون ومحزنون، ولو أنهم أبطأوا في التوبة يا رب. إنهم يطمعون في أن ينالهم شيء من بحر عفوك وكرمك. اللهم تجاوز عنهم. وهل يقدر الوالد على أن لا يغفر لأولاده ما اقترفوه من ذنوب؟ لطالما كانت نيتي أن أصفح عنكم وأستغفر لكم، لكنني خشيت أن يرد الله شفاعتي لعظيم جرمكم ولفداحة معصيتكم. انتظرت حتى وقت السحر، فإنه من مظان إجابة الدعاء. كنت أعلم أن الله تعالى لن يردني خائبا إذا ما دعوته في ساعة السحر. وصلنا، تلك هي أرض مصر. توقفوا! توقفوا! من أنتم؟ من أين قدومكم؟ وما مقصدكم؟ هذا أبي يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، ونحن من أبنائه وأحفاده من أهل كنعان، ومقصدنا هو منفس للقاء عزيز مصر.
ولماذا تودون لقاء عزيز مصر؟ ماذا تريدون منه؟ نحن من أقارب عزيز مصر وقد جئنا لمقابلته. هذا الرجل هو أبو يوسف. والآن ماذا؟ لا أدري، لطالما كنا نعبر من هنا بسهولة. اهدأوا، سنعلم ما يجري. قلتم إنكم من أقارب يوزرسيف العظيم. أنا رسول يوزرسيف الحكيم إليكم. أنا يعقوب أبو يوسف، وهؤلاء إخوة يوسف وأبناء إخوته وسائر أقاربه وأرحامه. لقد أمرني جناب يوزرسيف أن أخبره بقدومكم في أسرع وقت بمجرد قدومكم، على أمل اللقاء. بأمان الله، بلغ ولدي يوسف عني. كم بقي من الطريق حتى نبلغ مدينة يوسف؟ تبعد طيبة 6 أيام، لكن سوف نلاقيه في مدينة منفس. سيقدر لي أن أحتضن ولدي في 6 أيام؟ لا يا أبي، يطويها الرسول في 6 أيام. أما نحن فيلزمنا وقت أطول. هيا فلننطلق. ما الأمر؟ ماذا تريد؟ جئتك من بوابة الشام، وأنا أحمل نبأ هاما لجناب يوزرسيف. رافقني. سوف ينتهي القحط قريبا بمشيئة الله تعالى، وستمطر السماء بعد إمساكها، ويورق النبت بعد يباسه. رسول من بوابة الشام يطلب الإذن بالدخول. السلام على ملك مصر عالي المقام أخناتون. عزيز مصر، جناب يوزرسيف العظيم، أحيطكم علما أنه منذ 6 أيام دخل أبوكم وإخوتكم أرض مصر ويصطحبون معهم الأقارب. كان هذا نبأ سارا جدا لي. كم يوما سيستغرقهم الأمر حتى يصلوا؟ لا شك أنهم لن يتمكنوا من السير الحثيث، فهم مشاة وليسوا ركبانا. سيصلون في 3 أيام. شكرا لك، كان خبرا سارا.
لقد أفرحتني، لك أن تذهب. علينا أن نبارك لجناب يوزرسيف، إذ إنه سيلتقي بأبيه وبأهله بعد نيف 30 سنة. أنا مسرور جدا. شكرا لك، كما أشكر الله على لطفه هذا. نحن أيضا نبارك لنبي الله ونفرح كثيرا لفرحه. نرجو أن ينتهي القحط في أرض مصر قريبا بالقدوم المبارك لنبي الله يعقوب. إن أذنتم لي فعلي أن أذهب لاستقبال أبي وإخوتي. أورنهوب، قد لا يقوم يوزرسيف باستقبال أبيه وإخوته كما ينبغي إعراضا منه عن الزينة والتجمل. مرهم فليزينوا كل المدينة ويدعو الناس لاستقبال الضيوف. أمرك عالي المقام. زغرود، مرهم فليزينوا المدينة ويعدوا الجيش بأكمله لاستقبال يعقوب النبي وأبناء قبيلته. أمرك مطاع. يعقوب النبي وأهله قادمون إلى طيبة. والد يوسف وأقرباؤه قادمون إلى مدينتنا. علينا أن نذهب لاستقبالهم. هيا بنا. أحبة يوزرسيف هم أحبتنا أيضا، علينا أن نذهب للترحيب بهم. إن لهم حقا في رقابنا، لقد مضى على فراقهم 40 سنة. تقصد أن جناب يوزرسيف لم يلقى أباه منذ 40 سنة؟ هذا ما سمعته. فلنذهب لاستقبالهم. أخبروا الجميع، فعلينا أن نشارك في استقبالهم. علينا أن نبرهن لهم أن أهل مصر يقدرون تضحيات يوزرسيف. هيا بنا. هيا. أترى يا أبي؟ هل تلك الجبال؟ لا يا أبي، لكن يبدو أنها أبنية شيدتها أيدي بني البشر. أجل يا أبي، فتلك أبنية 3 ضخمة تم تشييدها على قبور 3 من فراعنة مصر، وهي من أعظم ما تم بناؤه في العالم.
هل هذه مدينة يوسف؟ نعم يا أبي، هذه هي طيبة، والغبار الثائر إنما هو من ازدحام الناس المستقبلين، إنهم يأتون لاستقبالكم. لكن هذا ليس يوسف. لا أبي، هذا رودامون الضابط الحارس ليوسف. توقفوا! السلام على يعقوب النبي، والد مخلص مصر ورازقها وعزيزها، يوزرسيف الجليل. يوزرسيف؟ يقصدون يوسف. سلام الله عليكم جميعا. عزيز مصر والناس قادمون لاستقبالكم. نطلب من حضرة يعقوب نبي الله ان يقف على مرتفع ويعين الناس المستقبلين. ماذا علينا ان نفعل؟ نطلب منكم ان تقفوا على ذلك المرتفع ريثما يتم وصول حضرة يوسف مع مرافقيه. سماء مصر لم تعهد الغمام منذ سنوات. ليس للريح من قرار، أظنها قد اطلعت على قلبكم الواله. الرياح، حتى الرياح يا أبنائي تشاركني في هذه اللحظات فرحتي وسروري بلقاء ولدي. يا الله، ليس راكب تلك العربة هو ولدي يوسف؟ لا يا أبي، ليس يوسف أي من أولئك الناس. سيأتي يا أبي، سيأتي. وصلوا، تنحوا جانبا.
لا يبعد عن هنا كثيرا على المقام. لا أعلم، لا أدري كيف عساه يستطيع أن يحتمل لقاء يوسف. انظري، ألا ترين يديه ترتجفان؟ أراك أسوأ حالا منه يا أمي، كوني مطمئنة، فإن شاء الله لن يقع أي مكروه. تحملي يا أمي فحسب. اهدأ أيها القلب، عليك أن تتحلى بالصبر. وليس اليوم سيكون اللقاء بالذي يسكن له فؤادي ويسر به قلبي. لماذا تخفق بقوة؟ أين أخوك؟ لماذا لم يأتي بعد؟ سيأتي يا أبي، سيأتي. أترى بأي عظمة وجلال وبهاء يأتي؟ منذ طفولته وهو يسعى ليعلونا شأنا، وقد أدرك ذلك. هذا يوسف قرة عيني، يوسف ضياء بصري. يوسف، يوسف بناي. يوسف ولدي. يوسف حبيبي، يوسف، يوسف حبيبي، يوسف، يوسف. يا حبيبي يوسف حبيبي.
يوسف ابني، يوسف. أو تخبرين حال يوسف ويعقوب؟ والله إن ملائكة السماء تذرف دموع الشوق على هذا اللقاء. انظري دموع يوسف المحرقة وثغره الباسم. ترى لماذا أصبح هذا حال يوسف؟ السلام على نبي الله.
أنا بصفة حاكم مصر أرحب بقدوم يعقوب النبي إلى أرضنا هذه، وأرى في قدومه هذا سببا للخير وجلبا للنعمة على أرضنا وأهلنا. نحن نرى في قدومه إلى أرض مصر فأل خير، ونرجو أن ينتهي قحط مصر في أسرع وقت ممكن بيمن قدومه المبارك. أو كنت تظن أبدا أن تتحقق يوما رؤيا يوسف؟ أبدا، وأسوأ ما في الأمر أننا مجبرون دائما على إجلاله ومدحه والثناء عليه. إن أذنتم لي فأسألكم الرخصة قليلا على أن أعود إليكم في أسرع وقت. اذهب بني، لكن عد سريعا. هذه السيدة أسينات، وهي بنت كبير الموحدين في مصر، زوجة يوزرسيف، أو بالأحرى يوسف النبي. هذه منسة بنت يوسف النبي، وهذا أفراهيم ابنه أيضا. رأيت يا ليا، صار لنا من يوسف أولاد، زهرتان جميلتان ونضرتان. إن لكم زوجة ابن أخرى، زليخة الجميلة والوالهة، هي أيضا انتظرت لقاء يوسف لسنوات. إذا أنت أيضا كنت عاشقة مثل يعقوب. عشق زليخة ليوسف كان حديث الناس في مصر لسنوات. إذا أنت أيضا عانيت الأمرين. ألم الفراق صعب، أليس كذلك؟ حلاوة الوصال واللقاء تمحو من البال مرارة الفراق. أسعدك الله في آخرتك بالخير يا ابنتي. أنت يوسف ولدي، هل ترين يا ليا ما أجمله وما أبهى؟ أجل، فيوسف ابننا أضحى مشرقا مثل الشمس ومنيرا مثل القمر. لا يا عزيز أبيك، ليس لك أن تقبل يدي، فأنت لك الولاية على أبيك. حق علي أنا أن أقبل يدك يا ولي الله. هذا يوسف ولدي، لقد رجع أخوكم يوسف، يوسف الذي غاب عنا سنوات طوال، ذاك الذي احترق فؤادي في فراقه أعواما وأعوام. لقد عاد إلي يوسف الذي ضاع مني. لقد عاد إلي يوسف. يا
يا أحبائي، تعالوا لنحمد الله تعالى ولنسجد له سبحانه. شكرا على جمع شملنا بيوسف بقرة أعيننا. كنت مستغرقا في مشاهدة النجوم والشمس والقمر فأيقظتني. إن الشمس الذي كتب عليها أن تسجد لك هي راكعة أمامك الآن، وكذلك سيسجد بين يديك ذات يوم القمر ومعه 11 كوكبا. ذات يوم سيكون لك شأن عظيم، وستنال مقاما رفيعا عند الله وملكا عظيما عند الناس. انهض أبي، انهض. هل ترى يا يوسف، هل ترى كيف سجدت لك الشمس ومعها القمر وأحد عشر كوكبا؟ أجل أبي أرى، هذا تأويل رؤياي من قبل. أجل أرى. إن الله تعالى يستودع صفات جماله وجلاله في أنفس أنبيائه ويستعرضها في وجوههم. حري بي أن أقول إن أولياء الله بما لهم من مقام رفيع عنده صاروا مرآة لكثير من صفات الحق جل وعلا، وكان نصيب يوسف من هذه الصفات أكثر ممن عداه من الأنبياء. لست أغالي إذا قلت إن يوسف تجل لجمال الله وجلاله في الأرض. هذه كلها عنايات الله التي تفضل بها علي، ولا أملك لنفسي شيئا. لقد أحسن إلي ربي سبحانه إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. ربي، قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في هذه الدنيا وأنت ولي في الآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم إني أشكرك إذ ختمت ليعقوب في فراق ولده كما يحب، فكحلت نظيريه وأزلت عنهما الرمد بطلعة يوسف، بطلعته البهية. اللهم كحل مقل جميع المنتظرين بالطلعة الغراء للمنتظر. لقد جعلك الله سببا ليستعرض حكومة عباده الصالحين في صقع من أصقاع الأرض، فيظهر جمال الحكومة الإلهية لمن يأتي من بعدنا. لكن كثير من أهل الدنيا ما زالوا يتخبطون في الضلالة والتيه والفقر. عندما يأتي الصالح الموعود سيعمد إلى أهل هذه الدنيا فيخلصهم من الضلال والفقر كأهل مصر، وينجيهم من كيد الظالمين. الموعود؟ أجل، هو الذي يبعث اسمه السكينة والطمأنينة في قلوب الناس إذا ما اعترضتهم الخطوب. ومن يكون؟
ومتى سيأتي؟ بعد أن يأتي النبي الخاتم، عندها يأتي المخلص الموعود. ستكون حكومة واحدة، يكون حاكمها المخلص الموعود، وسينشر القسط والعدل في الأرض طولا وعرضا. لا شك أنكم سترون النبي الخاتم والمخلص، فهل أوصلتم إليه سلامي؟ ولدي يوسف. هل تظن أن مستقبل بني إسرائيل سوف يكون من نصيب يهودا أم من نصيب يوسف؟ هذا واضح، يوسف. لا شمعون، لا، سيرى من يأتي بعدنا أن بني إسرائيل يدعون يهودا ولا يدعون يوسفيين.